يا سيدي السلام عليكم. نعرف وجهة الاختلاف متاعي ديما نحكي على الكورة، فما البور وفما الكونتر، اما انا مش موضوع هذايا. بالرغم اختلافي اما فما زوز مواضيع ما ظهر لي كان الشعب التونسي يتفرج في الفيديو هذا باش نختلفوا فيه. الموضوع الاول اللي عامل بوليميك كبيرة بالنسبة للطفلة التونسية اللي تخدم في السعودية واللي توا معناتها محطوطة رهن العبودية، معناتها باش يبيعوها على خاطر جا في وجهها شوية نور هكا مسكينة وخدامة اما مزيانة شوية، باش يبيعوها للرجال. نقعد بيها تانا كي كذبتوني قبل كي قلت لكم انهم يصبحوا حتى فرنك الخليجيين هذيما اللي يغسلوا في وجوههم بور البعير، كذبتوني وما تحرك حتى ساكن من احزاب اللي يتعاملوا مع الخليجيين معناتها. ولا واحد كيف حل قال نمشي نعتقهم العبودية. انا نوجه ميساج لاثرياء تونس، اثرياء تونس برجالها بنساها يتحركوا ويمشيوا يعتقوهم لغة العبودية هذيا. قالوا 12000 ريال ما نعرفش كي فالون 7 ملايين توينسا حاجة هكا ماهيش كثيرة برشا ولا مستغلينها برشا على المرأة التونسية. هذه حاجة ونقصوا علاقتنا كما الإمارات كما قطر كما درشكون ديما معناتها يهينوا في المرأة التونسية. هذه حاجة. ثاني حاجة هو ثالث حاجة وبليتو اللي هو موضوع نتاع الفرخ هكا اللي معناتها ارتد على دينه صاحب الشهادة العليا هذا اللي قطع حمله نتاع المترو. انا شكون اللي حركوا الموضوع هذا هو راس الفتيله الراس الكبيره هو سامي الفهري وبرنامج نوف الورتين. بربي كي جبتوه دافعوا عليه دافعتوش توا بعد معناتها بعد ما هو عمل البوليميك هذه الكل ارتد على دينه سب رجال تونس سب نساء تونس ومسعد باش يحرق ضرب تونس. جبتوش وكرمتوش السيد اللي قطع له شهاده اللي اصفور عليه راهو تهين في خدمته راهو تعزل من خدمته، عملتوش رياكسيون هذايا. وينهم النواب اللي غيروا على ضرب تونس وكل شعبه ويزيد الفرق هذايا يحكي قال انا قري في الهاشو سي مع ولد ماما بابا. يا رجل منك ولد ماما بابا ومو مرتدوش وانت جايب هيلي زعما بكلوخة الفقر وقريت في الهاشو سي ولعب هيلي ماكل كيدي حين انت ماكل طحانين انت يا فرخ يا فاسد. انا ماذا بيا معناتها تونس تعمل بعثة دبلوماسية بلغتنا نحنا مستعدين الضحية ونمشي ونشدوا حتى ربطية في توكو تشين تشون تشون عادي رانا نحنا. اما نطلب من الجالية التونسية اللي في توك واللي في المانيا خاطر قال فما زوز بلدان ارتد عليهم يتحركوا اوكي وينغروا بالرسمي معناتها كيهين معناتها رجال تونس ونساء تونس ومسحب جيهين تونس ومازال متواصل السيد وركبته فرصه. فهمتوني ما قلتوني نقص من الفيديوهات على السفيه هاني نحيت اخويا انا باش يتعدى الفيديو هذا ويوصل للناس الكل واضحه المعلومه. وانا العبد الضعيف متيقن قدرة ربي سبحانه اللي السيد هذا باش يشيل له مرض لا وجود له كيما سيرك العلماء ولا كلي فنانين اللي يستهزئوا بالدين متاعنا ولا بسيدنا ولا بربي سبحانه اخرتهم شنو. وراجعوا رواحكم وشوفوا. بالنسبه لي انا نعدي للفيديو هذا للباجيات كان هو سبونسوريزي انا ماني سبونسوريزي عندي ندلل على باجيات تونس والناس اللي تنغر على اولاد تونس ورجال تونس وان شاء الله يتحركوا لك يا هم لهمو يا ود الهجيلة والله لا تربحك لا الدنيا لا اخره. السلام عليكم.